السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب مرة أخرى بتلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي. تصحيح فرض محروس في مادة الفيزياء في دروس الهواء من حولنا وخصائص الهواء وكذلك الذرات والجزيئات. لا تنسوش الاشتراك، الله يجازيكم بخير، في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا بسم الله، مع التمرين الأول، صل بسهم كل خاصية بالطبقة المناسبة لها. طبقات الجو كيف ما عندنا في الدرس الأول ديال الهواء من حولنا، فكاين أربع طبقات هنا ما مكتوبينش بالترتيب: ستراتوسفير، تروبوسفير، الميزوسفير، الترموسفير. تحدث يعني كل طبقة نصلها بالخاصية ديالها. الخانات الأخرى تحدث فيها الظواهر الطبيعية مثل الرعد والبرق والإعصار، تلعب دورا مهما في مجال الاتصال اللاسلكي، يتواجد بها بوفر غاز الأوزون، تمتاز بانخفاض درجة حرارتها. إذا بالنسبة للستراتوسفير هي الطبقة الثانية، وهي التي يتواجد بها غاز الأوزون. الطبقة الثانية التي يتواجد بها غاز الأوزون. التروبوسفير هي الطبقة الأولى وتحدث فيها الظواهر مثل البرق، الظواهر الطبيعية مثل الرعد والبرق والإعصار إلى آخره. الميزوسفير هي طبقة تمتاز بانخفاض درجة حرارتها. كذلك بقات لنا الترموسفير، وهي تلعب دورا مهما في مجال الاتصالات اللاسلكية. إذا احنا جاوبنا على السؤال الأول في التمرين الأول. السؤال التالي: رتب الطبقات السابقة تصاعديا من الأسفل إلى الأعلى، يعني من سطح الأرض إلى الأعلى. إذا بالترتيب، الطبقة الأولى بالتتابع انطلاقا من سطح الأرض. إذا الطبقة الأولى هي التروبوسفير. إذن التروبوسفير، تليها طبقة ستراتوسفير، تليها طبقة الميزوسفير، ثم الترموسفير. إذن بالترتيب من تصاعديا من الأسفل نحو الأعلى. إذا عندنا التروبوسفير، ثم الستراتوسفير، ثم الميزوسفير، ثم الترموسفير. هاد الطبقات هادو، ولا هاد الدرس هذا، رحنا درناه. اللي بغى شي يزيد شي توضيح أكثر يرجع للدرس إن شاء الله، فيه شرح بالنسبة لهاد الطبقات هادو، بالنسبة لدرجة الحرارة، بالنسبة للتغير، بالنسبة لكل وحدة باش كتمتاز كل طبقة، راه كاين في الدرس إن شاء الله. بالنسبة للتعريف ديال الرياح، الرياح هي حركة أفقية. الرياح حركة أفقية للهواء. إذا الرياح هي حركة أفقية للهواء، الرياح حركة أفقية للهواء تهب من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. نعم، الرياح حركة أفقية للهواء تهب من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. نعم. بالنسبة للتمرين الثاني، نقيس بواسطة ميزان إلكتروني كتلة كرة مملوءة بالهواء في تجربة أولى، وبعد إفراغ حجم V من الهواء
ناقص من جديد كتلة الكرة في تجربة ثانية. إذا التجربة الأولى يشير الميزان الإلكتروني إلى 445 غرام، ويشير الميزان الإلكتروني الكتلة ديال الكرة بعد إفراغ جزء من الهواء منها 439 غرام. إذا التجربة الأولى. التجربة الثانية، نعم التجربة الأولى عندنا الكتلة ديال الكرة بالهواء اللي فيها، والتجربة الثانية سحبنا منها جزء من الهواء وعندنا الكتلة ديالها. السؤال الأول هو حدد كتلة الهواء الذي تم إفراغه. إذا هذه الكتلة هذه غنشيروا لها، نقول لها ام اه. إذا لاماس، الكتلة هي لاماس، ام اه تتساوي، وعندنا ام دو هي الكتلة الثانية. الكتلة الأولى 445 غرام، الكتلة الثانية 439 غرام. إذا السؤال هو حدد كتلة الهواء الذي تم إفراغه. كتلة الهواء الذي تم إفراغه هي كنتكلموا على الكتلة. إذا هي ام، بحيث ام تساوي ام اه ناقص ام دو تتساوي 445 ناقص 439، فغدا تساوي لنا 6 غرام، تساوي 6 غرام. إذا كتلة الهواء المسحوبة أو كتلة الهواء المسحوب من الكرة، كنشد الكتلة الأولى 445 وكنقص منها الكتلة الثانية 439، وغنلقاو بأن الكتلة ديال الهواء المسحوب أو الذي تم إفراغه هو 6 غرامات. نعم السؤال الثاني، حدد حجم الهواء الذي تم إفراغه من الكرة. نعطي الكتلة الحجمية للهواء في ظروف إنجاز التجربتين هي 1.2 غرام على اللتر. الجواب على السؤال الثاني في التمرين الثاني، لدينا علاقة ما بين الكتلة الحجمية والكتلة والحجم أو التعبير ديالها هي غو. هاد الرمز هذا كنسميوه غو. إذا غو تتساوي ام على في، لاماس فوليميك هو لاماس على الفوليم. إذا حنا اللي محتاجين هنا دابا هو الحجم. إذا في تتساوي ام على غو، يعني أن إذا ام، إذا في كتساوي الكتلة على غو. إذا حنا باغين حجم الهواء الذي تم إفراغه، فالكتلة الحجمية ديال الهواء يعني هي كتلة حجمية ديال الهواء ديال أي كمية. إذا كتلة الحجمية ديال الهواء سواء كانت ديال الهواء الموجود داخل الكرة أو الهواء المتبقي في الكرة أو الهواء المسحوب فهي نفسها هي 1.2 غرام بار لتر. إذا في تساوي ام، احنا عندنا حسبناها هي 6 على الكتلة الحجمية هي 1.2. إذا 6 على 1.2 هي 12، إذا تعطينا تقريبا 1.05، تعطينا 0.5. والوحدة بدل حنا كنتكلمو على الغرام لتر، إذا الغرام بار لتر وهذه بالغرام، إذا غتبقى الوحدة هي اللتر. إذا بالنسبة للحجم ديال الهواء المسحوب هو، حجم الهواء المسحوب هو 0.5 لتر. إذا حجم الهواء المسحوب أو الذي تم إفراغه هو 0.5 لتر. نعم إذا نصبوها هنا بينا. إذا حجم الهواء المسحوب أو الذي تم إفراغه من الكرة هو صفر، هو في كيساوي 0.5 لتر. في كيساوي 0.5 لتر. السؤال الثاني في التمرين الثالث،
ما هي نسبة ثنائي الأكسجين بالهواء الذي تم إفراغه؟ يعني هذا الهواء الذي سحبناه اللي هو الحجم ديالو 0.5 لتر، شحال ديال ثنائي الأكسجين اللي فيه؟ هنا عندنا علاقة يمثل ثنائي الأكسجين في الهواء يمثل ثنائي الأكسجين أو يمثل ثنائي الأكسجين يمثل الخمس ثنائي الأكسجين في الهواء يمثل خمس حجم الهواء، يعني خمس حجم الهواء يعني هو 1/5. إذا بالنسبة الحجم أو نسبة ثنائي الأكسجين، يعني الحجم ديال ثنائي الأكسجين الموجود في هذا الهواء V ديال O2 تتساوي 1/5 في V ديال الأير. حنا كنتكلمو على حجم الهواء المسحوب، عندنا هي 1/5 وحجم الهواء المسحوب هو عفوا هنا 5 لتر ماشي 0.5 لتر، 6/1.2 هي 5 لتر. نعم، إذا عفوا بالنسبة لهنايا ما كنت ما حسبتش مزيان، 6/1.2 هي 5 لتر، حجم ثنائي الأكسجين هو 1/5 في حجم الهواء، يعني هي 1/5 في 5 تتعطينا 1 لتر، تعطينا 1 لتر. إذا حجم ثنائي الأكسجين أو نسبة ثنائي الأكسجين بالهواء الذي تم سحبه هو 1 لتر. نعم، هو 1 لتر. بالنسبة للتمرين الثالث، اعطي رموز الذرات التالية، يعني رمز ذرة الهيدروجين، ثم رمز ذرة الكربون، ثم رمز ذرة الأكسجين، ثم الأزوت. إذا غنديرو في الجدول، إذا عندنا بالنسبة للذرات اسم الذرات رمزه، اسم الذرة ورمزها، اسم الذرة ثم رمزها. إذا عندنا الهيدروجين، عندنا الكربون، الأكسجين، ثم عندنا الأزوت. إذن اسم الذرة والرمز ديالها. في الدرس ديال الذرات والجزيئات قلنا بأن رمز الذرة هو الحرف الأول من اسمها اللاتيني ويكتب كبيرا ماجسكيل. إذن رمز ذرة الهيدروجين هي H، رمز ذرة الكربون هي C، رمز ذرة الأكسجين هي O، رمز ذرة الأزوت هي N. إذا دائما حروف تكتب كبيرة إذا الحرف الأول من اسمها اللاتيني. بالنسبة للسؤال الثاني، يعطي صياغ الجزيئات التالية، يعني صياغ صيغة جزيئة الماء، صيغة جزيئة الماء هي H2O. بالنسبة للدرس اللي درتو راه شارح فيها كيفاش كتكون عدد الذرات التي تدخل في تركيب جزيئات الماء، وصيغة جزيئة ثنائي الهيدروجين هي أجدل. إذن نكتب لكم، إذن هنا هي H2O، هذه هي أجدل. ثم عندنا صيغة جزيئة وصيغة جزيئة ثنائي
أكسيد الكربون هي CO2. هي CO2. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني، تتكون جزيئة الأسبرين، تتكون جزيئة الأسبرين من 9 ذرات كربون و 8 ذرات هيدروجين و 4 ذرات اللي هما أكسجين. اكتب صيغة جزيئة الأسبرين، اكتب صيغة جزيئة الأسبرين. إذن صيغة جزيئة الأسبرين هي صيغة جزيئة الأسبرين هي إذن صيغة الجزيئة هي الدر اللي نكتب صيغة الجزيئة، نكتب الرموز الذرات التي تدخل في تركيبها مع إضافة عدد الذرات التي تدخل في تركيبها برقم يكتب أسفل ويمين كل ذرة. يعني عندنا صيغة جزيئة الأسبرين تتكون من 9 ذرات كربون، إذا كربون شحال العدد ديالها؟ هو 9، نكتب 9 صغيرا على اليمين وفي الأسفل ديال ذرة الكربون. ثم 8 ذرات هيدروجين، إذا صيغة ذرة الهيدروجين هي H، عددها هو 8. ثم 4 ذرات أكسجين، إذا رمز ذرة الأكسجين. ثم عدد اللي كيشير العدد ذرة الأكسجين يكتب على اليمين وصغيرا كيف ما عطينا في الدرس. نعم، السؤال ب هو السؤال الأخير في هذا التمرين. هل جزيئة الأسبرين جسم بسيط أم مركب؟ وحنا عرفنا الجسم البسيط والجسم المركب. الجسم البسيط هو الذي تتكون جزيئته من نفس الذرات، والجسم المركب هو الذي تتكون جزيئته من ذرات مختلفة. فجزيئة الأسبرين هي هذه، هل تتكون من نفس الذرات أم من ذرات مختلفة؟ إذا تتكون من 3 أنواع من الذرات، تتكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين. إذا جزيئة الأسبرين هي جسم مركب. جزيئة الأسبرين جسم مركب. إذن جسم مركب، لأن الجزيئة ديال الأسبرين تتكون من ذرات مختلفة. مرة أخرى، فضلا منكم وليس أمرا، ادعموا القناة بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو مع الأهل والأصحاب لتعم الفائدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في تمرين، في فيديو آخر، درس جديد أو تصحيح تمرين أو تصحيح فروض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.